بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نلتقي في المحاضرة الثانية اللي هي حتكون بعنوان Maximum and Minimum Value. نبدأ. أول حاجة التعريف، الماكسيمم والمينيمم. طبعا تعريف الماكسيمم والمينيمم، نحن إذا قال لي إذا كانت عندي دالة F معرفة ومتصلة، طبعا معرفة عارفينها كنا إن الدالة قيمة عددية، ومتصلة بمعنى إنها مفيش حيحصل فيها انقطاع على الفترة I، يعني الفترة محصورة من العدد A إلى عدد B، مثلا من الخمسة لعند السبعة، الفترة هذه كلها ما يصيرش فيها انقطاع. طبعا عارفين إن الدالة المتصلة لها ثلاث شروط، وإنه يوجد عدد، أكيد في الفترة من مثلا من أي عدد إلى عدد مثلا من الخمسة إلى التسعة يوجد عدد قاعد في النص، فرد العدد هذا حيكون سي، السي هذا وين قاعد؟ ينتمي للغاية. فإن الدالة F لها قيمة عظمى عند السي، الدالة F لها قيمة عظمى عند السي إذا كان قيمة الدالة عند السي هي أكبر من أي قيمة عند الدالة عند الإكس. بمعنى قال الداله هذه لها قيمه عظمى، طبعا احنا عارفين ان الاكس هو قيم نطاق، الاكس دائما قيم نطاق، لو خذينا السي ينتمي للفتره هذه لقينا ان قيمه الداله عند السي هي اكبر من اي قيمه اخرى، فمعناها راهي قيمه الداله عند السي راهي هذه قيمه عظمى. بيالي لو كانت قيمه السي نفس الشيء هي اصغر قيمه من أي قيمة أخرى عند الإكس، والإكس هو النطاق، فمعناها راي F of C هي قيمة صغرى. كيف هذه الكلام هذا؟ كيف الكلام هذا؟ كيف نقوله؟ لو أنت جاي ترسم، لو جينا رسمنا مثلا، رسمنا هذا محور إكس وهذا محور واي، خذينا ثلاث قيم سي واحد وسي اثنين وسي ثلاثة. طبعا هذه كائن هذا محور اكس، طبعا الطلبة كلكم عارفين هذا محور اكس، خلينا ثلاث اعداد هذينا اللي هي مثلا واحد وخمسة وسبعة، طبعا بتعدي تعوض بها عشان توجد قيمها، صح؟ نحن عدينا عوضنا التعويضات هذه، بينما هذه قيمة الدالة، هنا قيمة الدالة عند سي واحد، وهنا عند قيمة الدالة عند سي اثنين، وهنا قيمة الدالة عند سي ثلاثة. لو نجيب نرسمها ونوصلها حنلقاها بالشكل هذا مثلا، يعني هذا ب، هذه قيمة الدالة عند سي واحد، قيمة الدالة عند سي اثنين، قيمة الدالة عند سي ثلاثة. لاحظ ان هنا بديت ترسم، تخيل المؤشر هذا هو سن القلم، لو انت قاعد ماسك بيدك القلم وقاعد تركع، لاحظ ان القيم هيك قاعدة تصاعدية تصاعدية تصاعدية، وصلت عند نقطة ما وردت تنزل، باهي معناها القيمة هي أكبر قيمة من اللي على اليسارها واللي على اليمينها، صح ولا لا؟ أكبر، لاحظ أن القيمة هنا حتكون من قاعدة فوق، معناها هي أكبر قيمة، فمعناها لاحظ هنا فوق راهي F عند C يكون أكبر من قيمة أي قيمة أخرى على الإكس، فمعناها هذه قيمة عظمى. بنفس الطريقة لو جينا خذينا الفترة هذه الآي، هذه فا آي من سي 2 عند سي 3، لاحظ انها قاعده تنزل 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 تنزل، وصلت عندها قاعده تركع، يعني هنا الداله قاعده فتره تناقصيه وهنا فتره تصاعديه، هنا شو قاعده؟ قاعده اقل قيمه، معناها هنا شنو حنقول عليها؟ قيمه عظمى، او اسف جدا قيمه صغرى. باهي تعريف النقط الحرجة اللي هي شنو القيمة، أو النقط الحرجة اللي هي الكريتيكال بوينت. إذا كانت الدالة معرفة على الفترة من A لل B، فإن لكل C ينتمي لفترة من A لل B تسمى قيمة حرجة، اللي هي شنو هي القيمة الحرجة؟ اللي هي الكريتيكال بوينت. إذا كان التفاضل الدالة يساوي صفر عند C، أو تفاضل الدالة عند C غير معرف. كيف يمكن إيجاد القيم الحرجة؟ نحن عارفين أن القيم الحرجة عندها طرق أو عندها خطوات لإيجادها. أول حاجة
في الخطوات اللي هي حنقول شنو؟ نوجد التفاضل، لأن الدالة عندي لازم هنا اف داش، معناها نعدي نفاضلها. نوجد المشتقة الأولى اللي هو التفاضل اف داش اوف الاكس، معادلة المنحنى اللي يعطيها لي في السؤال. ثاني خطوة ثابتة اللي هي دائما نفرض أن التفاضل يساوي صفر. الخطوة الثالثة كان يستخدم الطرق الاعتيادية في المعادلة المكونة للحصول على قيم حرجة. الخطوة الرابعة نعوض عن القيم الحرجة لإيجاد قيمة f of x. تحديد نوع القيمة، تحديد نوع قيمة f of x إن كان قيمة عظمى أم قيمة صغرى. نقوم باختيار قيمتين، كان عند قيمة x حرجة حد يخذ قيمتين هن x1 و x2، بحيث أن x1 و x2 وحدة أكبر من x ووحدة أصغر من x. يعني ناخذ قيمة مثلا x طلعت لي قيمة حرجة، طلعت لي مثلا 2، نعدي ناخذ قيمة أقل منها أو قيمة أكبر منها، بحيث أن x1 أكبر من x و x2 كانها أقل. بهجادي نقوم بالتعويض في معادلة المشتقة الأولى، فإذا كانت f داش عند الاكس واحد راهي اقل من صفر، واف داش اكس اثنين اكبر من صفر، يعني هنا بمعنى يقول لي اللي كانت قبل اكبر واللي بعد اصغر، فمعناها قيمة عظمى عند الاكس. وان كان هي العكس، ان كان هي اللي f اوف داش عند الاكس واحد اكبر من صفر واف داش عند الاكس اثنين اقل من صفر، تكون قيمة صغرى. عرفت كم الرؤية متشوشة شوية؟ مع المثال حنفهمه اكثر. كويس، لو خلينا المثال، قالي إذا كانت عندك معادلة منحنى f of x تساوي x تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 4، فأوجد قيمة القيم العظمى والصغرى الماكسيمم and minimum value. أول حاجة شنو ندير يا طلبة؟ نوجد معادلة المشتقة الأولى، وجدناها طبعا بكل سهولة. x تكعيب شنو تفاضلها؟ 3x تربيع، 2 في 3 6 x زائد 4، ال 4 تفاضلها 0. الخطوة الثانية شنو هي؟ دائما نفرض التفاضل يساوي 0، فرضنا التفاضل يساوي 0، نعدي نعوض به، قاعد عندي 3x تربيع ناقص 6x تساوي 0. كويس؟ باهي، قاعدت هنا تو شنو المعادلة هذه؟ شنو نسموها؟ ممتازين، معادلة تربيعية في مجهول واحد اللي هو الاكس. شو نستخدم الحل اللي هو حل التحليل. لاحظ ان الحدين هن اثنين يحتوي على اكس، معناها الافضل لي والانسب لي ان ناخذ عامل مشترك اللي هو بين الحدود اللي هو 3 اكس. خذينا ال 3 اكس، ال 3 اكس عامل مشترك، من هنا شن قاعد عندي اكس، ومن هنا شن قاعد عندي الاثنين. 3 اكس في اكس ناقص 2 تساوي 0، معناها يا اما 3 اكس حتساوي 0 أو x ناقص 2 تساوي 0، ومنها x تساوي 0 or x تساوي 2. هذه شنو يقولوا لها؟ the critical point أو the critical value، قيمة حرجة. باقي الخطوة اللي بعدها شنو قال؟ عدي عوض أو مثلها بيانيا لخط الأعداد. نرسم خط الأعداد ونمثلها بيانيا. طبعا ما فيش داعي نذكركم أن دائما في التمثيل العدد الأقل دائما على اليسار والعدد الأكبر دائما على اليمين. هنقسم خط الأعداد إلى ثلاث أقسام، هذه فترة اللي هي I، وهذه فترة، وهذه فترة. هو شن قال لي؟ قال لي عشان تحدد نوعها عادي خود عدد أقل من صفر وعدد أكبر من صفر. ناخده العدد أقل من صفر اللي هو سالب واحد، ونعدي نعوض به وين؟ في المعادلة التفاضلية. عوضنا 3 ماينس 1 سكوير أو تربيع ناقص 6 في سالب واحد، القيمة العددية حتكون 9. التسعة عدد موجب ولا سالب؟ موجب. الموجب شنو معناها؟ معناها أكبر من الصفر، معناها f داش أو في الإكس حتكون أكبر من الصفر. ناخذ عدد، أفترض هنا مهم، ناخذ عدد محصور بين الصفر واثنين هو من الواحد، نعدي نعوض به 3 1، وين تعدي تعوضوا به؟ في المعادلة التفاضلية، في معادلة تحديد نوع القيم لازم تعدي تعوضني في المعادلة التفاضلية. طلعت سالب 3، سالب 3 عدد سالب معناه أقل من الصفر، معناه f داش أو في الإكس راهي أقل من الصفر. ناخذ عدد أكبر من 2، أنا خديت الأربعة، عوضت طلعت 24 عدد موجب، معناه f داش أو في الإكس أكبر من الصفر، معناه عند الصفر كانت أكبر وبعدها أصغر، معناه هذه قيمة شنو؟ قيمة عظمى. بهي السيد لو نحن نسينا الكلام هذا شنو هنتير؟
جالي عندي اكبر من صفر معناها الداله قاعده ترقى، واصغر بعدها قاعده تتاصغر معناها قاعده تنزل، معناها تلاحظ انها رقت ونزلت. وين قاعده المؤشر؟ قاعد فوق، معناها هذه قيمه عظمى. هنا كانت الداله تنزل 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 يعني اقل من الصفر، بعدها عند الاثنين اصبحت تزيد، معناها وين قاعده النقطه؟ وين سن الجرام؟ نقطة معنى قيمة صغرى، معنى عند الصفر قيمة عظمى وعند الاثنين قيمة صغرى. قال لي إذا then there is maximum value when يعني عند الاكس تساوي زيرو. فكيف نطلع القيمة العظمى هذه تعدي تعوض في الدالة الرئيسية، في الدالة اللي أعطاها لي في السؤال في الإكزامبل أو في التمرين، عوضنا بها طلعنا أربعة. معناه عند الاكس تساوي زيرو توجد قيمة عظمى، معناها بمعناها يا طلبة أكبر قيمة هي الأربعة في الفترة هذه. وتوجد قال لي and then there is minimum value when عند الإكس يساوي 2. نعدي نعوض في المعادلة طلعت صفر.